بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 21 بعد 122. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غير المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. يا الله بارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في سؤاله: أنا أرغب وأحب قراءة الكتب وخصوصا الكتب الأدبية، فأقرأ في كتب العقد الفريد وأقرأ في كتب ألف ليلة وليلة وكتب الحيوان، فهل في قراءة هذه الكتب شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذا يدل على رغبتك في التزود من العلم والأدب، ولكن عليك أن تختار أولا أن تقرأ في كتب العقيدة المختصرة، تعرف العقيدة الصحيحة وما تضادها أو ينقصها، هذا أمر ضروري. ثم أيضا تقرأ أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج بهذه المختصرات المفيدة، تقرأها على أحد المشايخ يشرحها لك، ثم بعد ذلك تقرأ من الكتب ما تستفيد منه في العلم الشرعي وفي اللغة العربية وفي الآداب. اقرأ الكتب الأدبية الجيدة التي تفيدك في اللغة وتفيدك الأدب، تستفيد منها وهي كثيرة ميسورة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يقول: هل يتوجب إخراج الزكاة للأسهم المملوكة في محفظة الخارجية، علما بأن هذه الأسهم لم تصل إلى سعر مشتراها ويوجد عليها خسارة ورقية قد تصل إلى أكثر من 50%، وعندما تتوفر السيولة طول السنة أقوم بالشراء لهذه الأسهم للقيام بما يسمى تعديل السعر للسهم، فهل عليها زكاة حفظكم الله، أم أن الشركات المساهمة تقوم بالزكاة نيابة عن المساهمين وجزاكم الله خيرا؟ إذا علمت أن الشركة تقوم بدفع الزكاة نيابة عن المساهمين هذا يكفي، أما إذا لم تكن الشركة تقوم بذلك الزكاة واجبة على ملاك الأسهم. هذه الأسهم لا تخرج عن نوعين: النوع الأول تكون للاستثمار لأن تطلب منها الأرباح الغلة، هي أسهم ثابتة، هذه تسمى الأسهم الثابتة التي لها غلة، وهذه تزكي ما يصل إليك من غلتها، إذا بلغت النصاب حال عليها الحول زكي ما تحصل عليه من غلتها، وهي ثابتة لم تنوى للبيع إنما تنوى للاستثمار والإنتاج. وأما النوع الثاني فهو الأسهم التي يراد بيعها وشراؤها للتجارة، وهذه سلعة لها حكم السلع، قومها بما تساوي عند رأس الحول وتزكيها. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عابد يقول: في أيام الشتاء فضيلة الشيخ نخرج للبر لمدة أسبوع أو 10 أيام، ويكون الوضوء من مياه الأمطار النازلة، وما الفرق بينها بين الماء الطاهر والماء الطهور، مأجورين؟ نعم، تطهر بمياه الأمطار أمر طيب إذا لم يخالطها نجاسة، إن كانت باقية على أصلها ولم تخالطها نجاسة تغير بها فهي طهور، مثل الأنهار مثل الآبار. وأما ما أصابته نجاسة تغير بها لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، لا يجوز التطهر به لا من الأمطار ولا من غيره. وأما الماء الطاهر فهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، طاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، مثل الماء المتغير بشيء طاهر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه كثيرا غلب عليه بشيء طاهر غيره عن أصله، هذا يعتبر طاهرا ولا يتطهر به. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عابد من هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل هذا البيع صحيح حيث استخدمه بعض الإخوة؟ يقول: أبيع عليك البيت ب200,000 ريال وبعد 5 سنوات أشتريه منك ب300,000 ريال، هل هذا البيع صحيح؟ هذا لا يجوز، هذه بيعة بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، تبيعه عليها بشرط أن تشتريه منه بعد سنتين، هذا بيع مشروط في بيع أو لا يجوز، نص الحديث نهى عن بيعتين بيعة. تقول الأخت
سلمى، هل للمرأة الشابة أن تزوج نفسها عند القاضي أو عند إمام المسجد إذا كان الولي غير كفء ولا يريد لها الخير وهو من أهل السوء؟ ما يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن توكل من يزوجها، ليس هذا إليها، وإنما تزويجها عند الولي، والولي هم عصبتها الأقرب فالأقرب، فإذا كان القريب لا يصلح للولاية تنتقل إلى من بعده، تنتقل إلى من بعده من الأولياء. فإذا لم يكن لها ولي أصلا فإن المحكمة هي التي تتولى تزويجها ولا تزوج نفسها. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت سائلة تقول امرأة تأخذ مضاد عن طريق الوريد وفي يدها صديد ودم بسيط فاسد يسحب عن طريق لي، هل تصوم أو تفطر؟ إذا كانت تستطيع الصيام إنها تصوم، إذا كان الصيام يشق عليها إنها تفطر لأنها مريضة، والمريض الذي يشق عليه الصيام له أن يفطر. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ، ما حكم وضع الملصقات خلف السيارة خوفا من العين مكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله أو اذكر الله أيها السائق؟ هذا لا يجوز، هذه من الحروس التي تعلق على الدواب أو على السيارات أو على الأبدان لخوف من العين، هل تسمى بالحروس؟ جمهور أهل العلم على منع ذلك، وإن كان من الأدعية الصحيحة ومن الآيات إنه لا يجوز، لأنه يدخل في النهي عن تعليق التمائم. جاء النهي عن تعليق التمائم، تعلق تميمة ولا تم الله له، تعلق تميمة قد أشرف، لا يجتنبها المسلم لا في يعلقها على نفسه أو في ثيابه ولا على دابته ولا على سيارته ولا على بيته ولا على ممتلكاته، وإنما يتحصن بالأوراد الشرعية الصباح والمساء بذكر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذا الأخ عبد الرحمن يقول متى تكون الموعظة للناس وما وقتها، لأن بعض الناس قد لا يختار الأوقات المناسبة لها، وكيف كان هدي الرسول في ذلك؟ الموعظة مطلوبة من عنده علم ومعرفة يعظ الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه خولهم بالموعظة، ولكن لا يداوم عليها بعض الأحيان، لا يداوم عليها كل يوم، وإنما يفعلها بعض الأحيان، أحيان المناسبة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع أصحابه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف ألف ميم يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس عندما يذهبون للعلاج للطب الشعبي حسب زعمهم، عندما يذهبون إلى ذلك الشخص يطلب منهم أسماء الوالد والوالدة ثم يرغب منهم أن يراجعوه بعد أسبوع، فما حكم مثلا التردد على مثل هؤلاء مأجورين؟ هؤلاء المشعوذون الذين يطلبون أسماء الوالد أو الوالدة أو يطلبون شيئا من ملابس المراجع، هؤلاء المشعوذون يتعاملون مع الجن ويدعون علم الغيب، لا يجوز الذهاب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. في صحيح مسلم من أتى كاهنا أن تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من جنس الكهان، أن الكهان معناها ادعاء علم الغيب والتعاون مع الجن الشياطين، هؤلاء المشعوذون وليسوا معالجين ولا تذهبوا إليهم. من علم عن أحد منهم في بلاد المسلمين فإنه يجب أن يخبر عنهم، يرفع عنهم لولاة الأمور، يأخذ على أيديه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، أنا أعمل تاجر وأتردد على جدة، وبعد ذلك عندما أستقر في جدة أريد العمرة فأحرم من جدة، هل عمرتي صحيحة؟ إن كنت لما قدمت إلى جدة تريد العمرة إنك تحرم من الميقات الذي تمر به في طريقك ولا تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. أما إذا جئت من بلادك لا تريد عمرة ولكن لما وصلت إلى جدة بدالك أن تعتمر إنك تحرم من المكان الذي نويت منه لكان خارج الحرم، تحرم من جدة لأنك نويت منها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عبد الله ألف ألف يقول كلنا نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون المحبة الخالصة للرسول ويكون الرسول ويكون الإنسان مقتديا بهذا النبي
الكريم. نعم، يجب علينا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه علينا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين. محبته واجبة على كل مسلم، محبته صلى الله عليه وسلم علامتها ومقتضاها أن تتابعه بما يأمر به وتفعله وفيما ينهى عنه تتركه، هذه علامة المحبة الصادقة. أما الذي يزعم أنه يحب الرسول ولكنه لا يطيعه فيما أمر ولا يترك ما نهى عنه، هذا كاذب في محبته، أو تكون محبته ناقصة. والذين يغلون في حب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد يزعم أنه ينفع ويضر من دون الله، ويتطرقون إليه بشيء من العبادة أو يطلبون منه المغفرة والمسامحة، هذا من الغلو ومن الشرك بالله عز وجل. على هؤلاء أن يتنبهوا أن المحبة معناها أن يكون الرسول أحب إليك من كل شيء من الخلق بعد محبة الله عز وجل، وأن تكون هذه المحبة صادقة بأن تتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث لدينه ما ليس منه. الذين يحدثون الاحتفال بالمولد النبوي يزعمون أن هذا من محبة الرسول، هذا مما نهى عنه الرسول، فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، وإنما هذا شيء عند النصارى أحدثوه في دينهم مع المسيح، فنحن لا نقتدي بهم ولا نفعل أفعالهم، بل نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحدث عيدا في مولده، ولا أصحابه فعلوا ذلك، ولا التابعون لهم، ولا القرون المفضلة فعلوا هذا العيد المحدث. فالذي يحدثه ويزعم أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من البدع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا شريطي تردد على البيع والشراء في أماكن بيع السيارات، ولكن فضيلة الشيخ يحصل هناك مخالفات شرعية في البيع والشراء، لعل لفضيلتك توجيه لمثل هؤلاء مأجورين. هذا سؤال مجمل، ولكن على كل حال المسلم يلتزم الأحكام الشرعية في بيعه وشرائه ومعاملاته وفي جميع شؤونه، ما يتمسك بشروط البيع التي ذكرها أهل العلم أخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها أن يكون المبيع مملوكا للبائع قبل العقد، يكون المبيع مملوكا للبائع قبل العقد. الثاني أن يكون المبيع معلوما لا مجهولا. ثالثا أن يكون البيع عن تراضي، لا يكون عن إكراه، لا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي. وكذلك لابد أن يقبض المشتري المبيع قبضا تاما، ويتصرف فيه بعد القبض، لا يتصرف فيه قبل قبض. وهناك شروط كثيرة للبيع، بلغت 7 شروط على من يبيع ويشتري في السيارات أو غيرها، أن يعرفها وأن يتقيد بها، ولا يتابع الناس على ما هم عليه من الحيل ومن البيوع الفاسدة ومن التعاملات المخالفة للشريعة. كثر هذا في الناس إلا من رحم الله. على المسلم أن يلتزم بحدود الشرع في بيعه وشرائه وفي جميع معاملاته. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة أخرى بها مجموعة من الأسئلة. الأخ أحمد يقول: هل تسقط السنن الرواتب عندما أكون في سفر طويل سواء في الداخل أو الخارج؟ الذي يقصر الصلاة لا يأتي للسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، إنها لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. وأما بقية الرواتب إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بها. يقول: إذا اكتشف الإنسان بثوبه قبل الصلاة دم يسير وصلى، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان عالما به وهو دم كثير في الثوب صلى به وهو يعلم ذلك، صلاته غير صحيحة، لأنه يشترط طهارة، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة. ما إذا كان دما يسيرا فإنه يعفى عنه. يقول: ما السنة في قراءة القرآن في فجر الجمعة، وما هي السور التي تقرأ في ذلك اليوم؟ السنة في قراءة فجر الجمعة أن يقرأ فيها بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، هذا هو السنة. وإن قرأ بغيرهما فلا مانع. وأما قراءة في الجمعة فيقرأ بسبح والغاشية، يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. يقول فضيلة الشيخ: ظهر في وقت الحاضر وفي نغمات الجوال قراءة لأحاديث الرسول وتلاوات قرآنية وأدعية، ما رأي الشيخ فيها مأجورين؟ استعمال الآيات والأحاديث أو الأذكار في الجوال ليكون منبها على المكالمة، هذا من امتهان الذكر والاستخفاف به، ولا يجوز هذا العمل. إذا أراد
يجعل منبها على المكالمة يجعل غير الآيات والأذكار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في آخر أسئلة فضيلة الشيخ: من الله علي وبدأ أقبل على طلب العلم الشرعي، وفي أي الكتب التي تنصحونني بقراءتها، وخصوصا بأنني مبتدئ في طلب العلم؟ يا أخي، عليك أن تتجه إلى العلماء وتطلب منهم أن يمنحوك وقتا تقرأ عليهم فيه ما تيسر من العلم، وهم يخصصون لك الكتب المناسبة. أما أن تأخذ الكتب وتقرأها على نفسك وتزعم أن هذا طلب علم، هذه طريقة غير صحيحة، هذه خطرها أكثر من نفعها. لا بد من الارتباط بالعلماء وقراءة الكتب عليهم واستفادة من علمهم، هذا هو طلب العلم الصحيح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أصحاب الذهب إذا جاء شخص يريد بيع الذهب القديم واستبداله بذهب جديد، ما الضابط في ذلك؟ مأجورين. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه ذهب يريد أن يستبدله بذهب فإنه يبيع الذهب الذي معه بالنقود ويشتري بالنقود الذهب الذي يريده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: ما أفضل الأدعية التي يدعو بها الإنسان سواء في صلاته أو في سننه، وهل للإنسان أن يدعو بحاجات الدنيا ويترك مطالب الآخرة؟ الأدعية كثيرة، ولكن على المسلم أن يتحرى منها الأدعية الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة، أو الأدعية التي لا تخالف الكتاب والسنة فيدعو بحاجة في دينه ودنياه، ولكن يتحرى الوارد في الكتاب والسنة ويحرص على ذلك، ويترك الأدعية المبتدعة أو الأدعية التي فيها شرك أو نداء لغير الله واستغاثة لغير الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أسمع لها مجموعة من الأسئلة تقول: ما حكم المرأة التي تتخذ الرموش الصناعية والأظافر الصناعية تزينا لزوجها مأجورين؟ تمهني السؤال الذي قبل هذا. وأما الدعاء بطلب الدنيا فلا بأس به، لكن لا يقتصر عليه، يدعو لدنيا ولآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا يقتصر على طلب الدنيا فقط. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فهذا مذموم الذي يقتصر دعائه على الدنيا فقط، وإنما يجمع بالدعاء خير الدنيا والآخرة. وأما السؤال الذي قدمت به السائل عن الرموش الصناعية تزعم أن هذا من التزين للزوج، هذا حرام ولا يجوز، هذا من تغيير خلق الله عز وجل. تكفيها الرموش التي خلقها الله لها، لا تغيرها، ولا مانع أن تستعمل الكحل، تستعمل الأشياء التجميلية، أما أنها تأتي بأشياء مصطنعة وليست من خلقتها هذا لا يجوز. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح بن فزان الفزان والذي أجاب على أسئلة واستفساراتكم في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لمهندس الصوت الزميل عثمان بن عبد الكريم.